السادة الأستاذ سامح عاشور رئيس الاتحاد، أحييكم تحية الحق والعروبة. بداية التحية والحب لمصر الشقيقة، التحية والحب للشعب المصري في أصدق معانيه، والود الأخوي الذي يغمر الجوانح ويتخطى المسافات، حيث أنتم في لقيا المودات. مصر الدار وأهلها في المنتمى الواحد إلى العروبة، أصالة تراث يرقى وعنوان في كتاب كفاحنا ونهوضنا، قلبا وبندقية وروعة فكر وكبرياء وفداة، وبطولة جيش في أمة هان على أبنائها بذل الدماء لا يصعب عليها الانتصار في كل اللحظات. أيها السادة، أنا مصري وأنا سوري، وأشعر بأنني عربي لأني أحس بسعادة العرب أو تعاستهم أينما كانوا، من أقوال السيد الرئيس جمال عبد الناصر. أيها السادة، على مدى عشرات السنين من الكفاح والنضال تحت شعار لا تنافس في الأهواء ولا خصومات ولا أحقاد، وإنما نحن أمة عربية قوية بالحق، عظيمة التاريخ، نبيلة المقاصد، كما جاء في بيان الثورة السورية الكبرى. 9 سنوات رقصت سوريا رقصة الموت، تعمدت ببحار الدم، أشقاء وأعداء ساقوها لهذا المصير المروع، كادت تتبخر من الوجود. أموال عربية وأطماع تركية وإسرائيلية وأوروبية وأمريكية اعترفوا بإنفاق مليارات الدولارات لزرع الكيانات الإرهابية في أرض الشام، ولكن الطريدة أفلتت. نحن اليوم أمام خطر لا مثيل له في التاريخ يستهدف الوجود البشري. أمريكا تستخدم المشروع التكفيري الأردوغاني لإضعاف الأمة وتمزيقها بأيات تركية مأجورة. نحن في مرحلة مصيرية لا حلول وسطا فيها، لن نكون عبيدا بل أسيادا مستقلين، أسيادا في بلادنا وعلى مقدراتنا وحقوقنا. أيها السادة، إنما يدرك النصر من هو أشد صبرا وثباتا، وأن أيام اللصوصية وقطع الطرق لسرقة النفط والمعامل والبشر قد وصلت إلى خط النهاية، إلى اللص الذي يسرق المعامل والقمح والنفط والأرض، اللعبة انتهت. إن الموت في سبيل الأوطان حياة، وأن يغضت الأمة غدت برنامجا لاستعادة حقوق الأمة وتاريخها وأمجادها وحقوقها وسيادة القرار. علينا أن نؤكد على الجوامع التي تربطنا، وإلى ضرورة العمل كي تنقشع كل غمة بيننا، كل غمة بيننا تحيط بنا. نستطيع أيها السادة أن نجعل من الحلم حقيقة، إذا استطعنا أن نجعل من الأمل في ذاتنا عزيمة. فالحضارات والشعوب التي تفقد ارتباطها بالأرض لا تلبث أن تدوي وتزول، فالشعوب الحية هي التي تصنع أقدارها وترسم طريق خطواتها نحو حريتها وكرامتها. والعار كل العار لشعوب تنتظر من أمم أخرى أن تضع لها تاج كرامة، فالكرامة والحرية مهرهما الدم والتضحيات. أيها السادة، إن المؤسسات الدولية تكتمل سجلاً حافلاً من السوابق المخزية في التفرد على دماء الشعوب العربية، وأننا أمام مشهد تجاهل المجتمع العربي لما سيترتب عليه من الاجتياح التركي ومرتزقته ومصير السكان الآمنين القاطنين في شمال شرق سوريا. والخيار الوحيد
لإنقاذ هذه المنطقة من براثن الذئب الأردوغاني الأخواني القادر هو التوجه العربي المباشر لفتح قناة الحوار مع الحكومة السورية دون اشتراطات مسبقة، ودعوة الجيش العربي السوري للقيام بوظيفته الوطنية وبسط سيادته على كامل التراب السوري. إننا نعيش في عالم غريب، أصبح كل شيء ممكناً، فالوضع العربي يفترض علينا كاتحاد محامين العرب، كاتحاد المحامين العرب، أن ننأى عن دبلوماسية المجاملات، وأن نلتزم بما يفرضه الواجب القومي من كشف النزيه للحقائق والوقائع، وعدم إعطاء شهادة براءة لغير الأبرياء، وأن ندرك ما يحيط بنا من أخطار، وإيجاد الحلول المناسبة للرد عليها بقرارات ومواقف وطنية وصياغة برنامج عمل قومي يسعى لحشد طاقات هذه الأمة وتجدير الوجود العربي في عمق الأرض الممتدة من المحيط إلى الخليج، وأن نتصدى بهمة عالية لهذه الهجمة الشرسة، وإلا سيكون مصير الأمة الفناء، والتاريخ سيثبت لكم إن الخطر قادم على كل الأمة. أيها السادة، إن تماسكنا هو القوة، ووضوح موقفنا يحول دون الاستفراج بشعب عربي هنا وهناك. ينبغي أن يتجلى هذا الارتباط بالإحساس والانتماء إلى أمة تملك خصوبة البقاء والفعل والتفاعل والمقاومة والصمود، وإن النسور لا تخون أبدا عهد جبالها، وإن العظائم كفؤها العظماء. سيذكر التاريخ إن أوغاد الصهيونية قد بروا من هنا وذهبوا إلى غير رجعة، مدحورين بحقدهم، مذبوحين بنصالهم. هذا ما تعلمناه من التاريخ ومن دروس دماء الشهداء الذين هزموا الطامعين في من أرضنا ومقدساتنا منذ آلاف السنين. تعالوا أيها الأخوة العرب إلى كلمة سواء بيننا، لنفتح صفحة جديدة في تاريخ الأمة، لنقاتل أصحاب الفتنة ونتعايش على أساس الكرامة والمساواة وأصحاب والمحبة. تقودنا إلى حقن الدماء وتحقيق الرخاء، نطوي جراحنا ونبتسم للمستقبل. والأمة القوية ستبقى هذه الأمة في منظورنا كونا من البهاء، بهية بالعباقرة من أبنائه وبالأشداء من مناضليه وبالذين كانوا وما زالوا بناة ورواد شبخت بهم ذراه ومشوا إلى حرب الخلود رسالة حق وتاريخ حضارة. وسيظل شعارنا يدوي إننا نعمل للحياة ولا نتخلى عنها. أحييكم أيها الأخوة، وأحيي أعضاء المكتب الدائم، وأحيي النقباء وممثلي النقابات، ورسالة وتحية خاصة من دمشق إلى نقابة المحامين وإلى الأستاذ سامح عاشور رئيس الاتحاد. لدوركم القيادي والريادي للفكر والقانون والنضال القومي، وأنتم تدافعون عن سوريا بالكلمة الصادقة التي تنبت الأمل وتحل الوئام وتحقق ما نصبوا إليه. عشتم وعاشت الأمة العربية.